أكثر شيء جذبني للعمل مع مؤسسة عريقة مثل قصر فيرساي المجالات اللي كانت مطروحة ناسبتني، خصوصاً التسويق. وأعتقد أن أهم شيء طلعنا فيه من البرنامج كانت الخبرة في العمل مع أشخاص خبراء جداً في مجالهم. الحمد لله محظوظة أن تم اختياري لهالبرنامج، لأنه يخدمني على مستويات كثيرة من ناحية الفن ومن ناحية المعارض والمتاحف. أنا دخلت هذا البرنامج عشان يساعدني بتطوير خبراتي سواء في مجال الفنون أو في مجال التسويق، لأن البرنامج يحتوي على هذول المجالين، وكمان هو في فرنسا واللي هي أساساً يعني منبع الفنون. التحقت بهذا البرنامج لأني مهتمة في مجال اللاندسكيب ديزاين، وما أتوقع أن في مكان أحسن الواحد يدرس فيه لاندسكيب ديزاين من حدائق فيرساي. ممتن جدا لمؤسسة مسك للفنون على طرح فرص فريدة للشباب، ونطلع دائما لفرص مماثلة في المستقبل بإذن الله.